سيداتي وسادتي، شو هو أول شي بيخطر عبالكم لما تسمعوا كلمة تيك توك؟ طبعا في منكم بيحب التيك توك، في منكم بيستمتع بالمحتوى الموجود في التيك توك، بس في منكم بيكره التيك توك، أوكي، وأنا واحد منهم. طبعا فيديو اليوم رح يكون ردة فعلي على تيك توك. لحظة، قبل ما تترك الفيديو، بعرف انك ما بتحب التيك توك، بس فيديو اليوم رح يكون ردة فعلي على شغلات مرعبة صارت مع ناس هم يصوروا تيك توك وصار معهم شي مرعب. فالفيديو رح يكون مو لكل الناس، اوكي، لانه حاسس رح يكون في شغلات مو مناسبة، فخلونا ما نطول كتير. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، في موضوع حابب بتكلم عليه. أنا عملت فيديو ردة فعلي كان على عرس المغرب، وحابب أحكي لكم أنه أنا أول شخص بدافع عن المغرب لما أشوف حدا يتكلم شيء سوء عن المغرب. تمام، أنا بتفهم غيرتكم على وطنكم، هذا الشيء حلو كتير، وبالعكس كبرت كتير في عيني. بس في ناس منكم شعر بأني بستهزئ بأعراس المغرب أو هيك شيء. أبدا يا جماعة، أبدا أبدا أبدا، أنا مستحيل استهزئ على شيء بخصوص المغرب، اوكي، مو بس العرس، مستحيل اي شيء. ثاني شيء، بسبب اختلاف اللهجات، يعني لهجتنا مختلفه عن لهجتكم، بصير في سوء تفاهم، فهذا الشيء لابد منه، اوكي. عادي، يعني في كتير شغلات، يعني مثلا اذا انتم جيتوا على اعراسنا في سوريا، اوكي، هنيك بيحكوا اويها ما بعرف شو، اويها ما بعرف شو، اوكي، فاكيد رح تضحكوا عادي. يعني في شغلات واحد ما بيفهمها. وانا ليش عملت ردة فعلي على اعراس المغرب، وليش كنت عم اسألكم كتير كتير كتير؟ عشان انتوا تجاوبوني. انا ما قصدي استهزاء او هيك شيء، بالعكس، اللي بيستهزئ المغرب انا رح اكون اول واحد جالده. فبتمنى انه وصلت الفكرة يا شباب. خلونا ما نطول كتير ونبدأ بالفيديو، let's go. اوكي يا جماعة الخير، بما انه دايما بتسألوني ليش الفيديو هيك وليش الفيديو هيك، انا هذا الفيديو عكسه، عكس الشاشة، يعني عندكم رح يبين كتابة بالعكس، تمام، بس عشان حقوق الطبع والنشر هالشغلات. خلونا ما نطول كتير، بصراحة الفيديو لسه ماني شايف، الفيديو 5 دقايق، عليه بس 203 مشاهدات، بس بصراحة دورت كتير 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 على هيك فيديو يكون بس هذا المحتوى، كان فيه كتير ردود افعال، بس انا ما كان بدي ردة فعل، بدي فيديو الاساسي. فخلونا نبدا. على فكره هذا الفيديو ب 2020، يعني هالشغلات اللي صارت كلها ب 2020، ف 2020. اوكي، بسم الله نبدا الفيديو. انا مسكر الصوت. ايوه، صوت رعب. لحظه، بلش الفيديو ولا شو؟ توب 5 فيديوز فروم تيك توك هافينج مايستيريوس فيجرز، ما شو مكتوب. اوكي، اكتشفوا شغلات. الفيديو الخامس. ايه، بسم الله. اوكي، هذا شخص عم يصور بيت نوعا ما. طيب، شو قصة هذا البيت؟ سبسكرايب. رح نزل الصوت لان الصوت بصراحة مرعب. اوه ماي جاد، شو هذا؟ لحظة لاحظته. اوه ماي جاد، شو هذا؟ اوه ماي جاد، ملاحظين العين يا شباب؟ هلا اوكي، مو كلب، عيون الكلب مو هيك كبيرة، يمكن يكون كلب، بس حاسس فيه هيك انفو هون، ما بعرف. اوكي، هاي بداية الفيديو بصراحة انا يلا نكس يا اخي، خلاص. Hey guys, I was just about to do. اوكي، عم يحكي شو اللي كان بده يعمل، وبعدين شاف انه في عيون عم يتطلع من الشباك عليه. اوكي، بعدين شاف شخص واقف. او ماي جاد، لحظة يا شباب، شو بتتوقعوا يكون هذا؟ يعني شو بتتوقعوا يكون هذا الشيء اللي كان يتفرج؟ معقول اللي في بالي في بالكم؟ اوكي، هذا شخص جالس عم يرقص، تمام. لحظة، لحظة، ارجع. لحظة، في شي طلع راسه ورجع. او ماي جاد يا جماعة الخير، اللي قلبه ضعيف ولهلا عم يتفرج على الفيديو، بتمنى ما تشوف الفيديو. هذا الشي شو هو؟ اوكي، انا ما بحب اعمل كثير دراما، بظن انه كان قط، اوكي، عنده قط او حيوان اليف يعني بشكل عام، عادي، بس بصراحة مخيف كثير، ما في ليش هيك شكله، حسيته مخيف. لا، راح بسرعة كمان، ما بعرف صراحة. او ماي جاد، ما تحكي لي بالغابة وهش القصص يا اخي. طبعا شباب اللي ما بيعرف،
نحن بالعادة بنروح بنخيم برا في الغابة أوكي، فما كان لازم نشوف الفيديو، بس بما أنه خلاص عم صور فيديو خلينا نكمل. يا بسم الله أوكي، ليش ما في فيديو يعني هم يتكلموا هيك شيء؟ أوه ماي جاد، شو هاد؟ شو هذا كله؟ اوكي يمكن يكون ضو السيارة من بعيد، انه مو ضروري يكون شيء يعني مخيف او هيك شيء. بصراحة هذا الشخص اللي عم يمشي، اوكي هذا الشخص، لحظة قبل ما اشر على الطريق او عمل شيء هيك، هذا الشخص اللي عم يمشي هو اللي بخوف بصراحة. لحظة اشر على شيء مكان هو. Watch in slow motion، عم يقول شوفوا ببطء. شو عم يقول؟ في شي تاني كمان، شوف هنيك. Oh my god، كأنه حدا واقف ورا الشجرة عم يطلع عليهم. لا 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 يا جماعة، الموضوع صار بخوف عن جد، عم احكيكم الموضوع صار بخوف كتير. شو هاد؟ Is it just me or does it look like it's walking across the tracks؟ شو هاد الشي؟ اوكي هالشغلات يمكن يكون افتر افكت، يمكن يكون يعني عرفتوا برمجوا، مو برمجة قصدي مونتاج، يا اخي ما عاد صرت اعرف احكي، يمكن يكون مونتاجوا هالشي، ما بظن هذا الشيء حقيقي يعني، بتمنى ما يكون حقيقي. اوكي بس بصراحة اللي قبله كان بخوف، هذاك اللي بالغابة هذاك، خاصة اخر شيء لما كان في شخص هيك ورا الشجرة عم يتفرج عليهم. اوه ماي جاد. اوكي رقم واحد، خلينا نشوف شو في عنا. شخص بالبيت يا اخي، ليش تروح على هيك اماكن؟ ليش بيت مهجور يعني؟ ليش تروح؟ اوكي بحب انا كمان بحب المغامره. اوكي اوه ماي جاد، في شيء لحظه. اوه ماي جاد، شفت اللي شفته؟ ارجع لحظه، شوف كان في شيء بالارض وراح هيك تحرك بسرعه، شفته؟ اوه ماي جاد برو، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، شوفوا وات ذا فاك، وات ذا فاك، اوه ماي جاد، لا 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 لا، اوكي هذا الشيء مرعب. اوه ماي جاد، لازم معقول يكون شخص مشرد وهيك شيء؟ اوكي يا شباب المشكلة فاك، انا مرعب كتير يا اخي. هلا شوفوا في شيء، في غباء عن جد، في غباء، دايما لازم الواحد هيك مثل الافلام يسمع صوت هلو هو ازر، وبعدين يروح لهنيك ويصير الشيء اللي ما بدنا اياه يصير، دائما هيك بصير. ليش هالغباء كله؟ ليش لما بيكون في صوت او هيك شيء هلو كان اي ميت نايس تو ميت يو، ليش؟ بس والله العظيم يا شباب اقسم بالله الفيديو كان بخوف. اوكي انا بالعاده ما بشوف شغلات بتخوف، بس هذا الفيديو عن جد كان بخوف، خاصه اخر واحد. او ماي جاد، او ماي جاد، انا اليوم اذا نمت منيح بكون شيء مو طبيعي بصراحة إذا نمت منيحة. المهم يا جماعة هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما بعرف إذا خفتوا أو أعطونا تحليلاتكم، أوكي أعطونا الكونن اللي جواتكم هيك طلعوه واكتبونا ليش هالشغلات اللي صارت أو شو اللي كانت. أوكي وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا شباب، بتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو، إذا استمتعتوا ما تنسوا تعطونا لايك وشير وسبسكرايب، وهذا الحكي اليوتيوبرز، شوفكم إن شاء الله فيديو جديد، اسحب.